ترأس معالي الشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس الجمارك الاجتماع 18 لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة أعضاء الهيئة وسعادة الأستاذ خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية وبحضور ممثلين من جميع الدول الأعضاء. يأتي الاجتماع الذي عقد اليوم بنادي ضباط الأمن العام في إطار متابعة نتائج وتقارير فرق العمل واللجان الفنية واستكمالا لمناقشة الموضوعات التي سبق وتم بحثها في الاجتماعات السابقة. وقد رحب معالي رئيس الجمارك في بداية الاجتماع بالوفود المشاركة منوها إلى تقديم رؤساء الوفود السابقة كافة الجهود التي من شأنها تطوير العمل الجمركي، معربا عن الشكر الجزيل للجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال رئاستها للدورة الماضية وسعيها إلى دعم العمل المشترك بين دول المجلس. وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المهمة من أبرزها قرار المجلس الأعلى في دورته 37 بشأن انتقال الشاحنات بين الدول الأعضاء، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق لإعداد تقرير بشأن معالجة هذا الأمر بيسر وسهولة تمهيدا لرفعه لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية. كما اطلع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الجمارك على تقرير الأمانة العامة بشأن التحويل الآلي المباشر ونتائج التحويلات المالية بين الدول الأعضاء، واتفقوا على اعتماد الدليل الاسترشادي لآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية. واستذكرت هيئة الاتحاد الجمركي في اجتماعها موافقة مجلس التعاون على ما توصلت إليه بشأن اعتماد بعض المنافذ الجمركية كمنافذ أولى للاتحاد الجمركي واتخاذ الخطوات التنفيذية نحو الإجراءات التي يتم تطبيقها في المنافذ الأولى من العالم أو مع العالم الخارجي بحيث لا يتم تكرارها في المنافذ البينية، وأن يقتصر الدور الجمركي في المنافذ البينية على الإجراءات التي لم تتم في نقاط الدخول الأولى. واتفق أصحاب المعالي والسعادة على ترتيب زيارة لجمهورية تركيا بهدف الاطلاع على القرب عن أسلوب التعامل مع الحالات الجمركية ذات الصلة بالسكك الحديدية كمرحلة أولى، نظرا لما تتمتع به تركيا من خطوط سكك حديدية مع الدول المجاورة من جهة وارتباطها في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. كما اتفقت الهيئة على عقد اجتماعها في 19 من مايو 2017 بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في الرياض.